السلام عليكم. اطلعوا اطلعوا لنا اعطيكم مكان الزريبه بركس ليه ليه وخلونا نروح. يلا خالتي اطلع 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 اطلع. وسموها الجبانه هذه مخرفيه كما جبان مخرفيه. اصبر اصبر بارطاجيو اللايف خالتي. يلا نعطيكم مكان الزريبه ان شاء الله. يلا خالتي شوف ميم كي تعود انت ليهم يبانوا لك الناس هنا مقاريين. تقدر تدز لهم واحد ولا تسمى يقدروا يجيو يقاريو هنا نورمال. يا قدر يخشوا داخل عادي ولا اي والله يتبعوا طريق الطافي عادي كملوا مع الضربات صحيت خاوتي. دار الله محمد رسول الله صلي على رسول الله. باش نعطيكم المكان ويجي ساهل مره 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 خاوتك. كي تجيو على ولاد صابر تدخل وطالع على ولاد صابر تفوت الجامع وتجي تمشي وتجي تمشي. هذه الجبانه تعمل الجبانه هذه بنخرفيه هذه الجبانه تاع بنخرفيه اللي تتلف له خلاص يقاري هنا ويعيط لنا. او اللي يجي ساهله خلاص يمشي مع الصور مع الطريق تاع الطابي هذه طول يمشي معها طول يمشي يلحق لها هذه هذيك وين يلحق وين تخلص الطابي هنا يا برك يقاري ويعيط لنا يقاري ويعيط. غدوه باذن الله انا ماذا بيا ماذا بيا خاوتي غدوه باذن الله 3:30 كامل نقاري ولا الناس اللي راهي تحاول تشري وندخلوا مع بعضنا كامل ندخلوا كل واحد يخير الخروف تاعو كل واحد يخير الكبش تاعو وما كان حتى مشكل. هذه الجبانه تاع بنخرفيه هذه تاع ولاد صابر هذه هي الفوق خلاص خاوتي اروحوا لهنا 3:30 قد 3:23 نتايا و10 اروح قاري هنا يا خويا وغدو هذاك وحنا نزيدوا نحطوا سلعه كاينه سلعه غدوه راهي داخله ونحطوا لكم سلعه ثاني لهنا واروحوا خاوتي قاريو هنايا وندخلوا على 3:30 با كامل ما تزعفوش. اللي عجبو الماركيولو الاخر رانا نخدمو بنظام الماركيولو الاسم تاعو والنيميرو تاع الخروف تاعو ويصور النيميرو تاع الخروف تاعو وكلش وكاع واش تا كاين خاوتي. ليسونسييل راه يبيع ثقه ما تحيروش رواحكم مره خاوتي راكم عند خوكم المسيلي ما تحيروش رواحكم بالغارانتي اسعار خياليه خاوتي كيما عودناكم خاوتي. هذه هي الجبانة هاي لك الجبانة لهنا الجبانة تاع ولاد صابر تاع بنخرفية هذه واش سموها هاو لك. شوف دوك نعطيكم البورطاي اللي تدخلون ليه اللي تجيو ليه هاو لك البورطاي تلقاوه قري كي تعودوا توال الجبانة ويبان لك لهنا. داكور خاوتي بارطاجيو لنا اللايف ودوك نزيد نعطيكم الطريق. هيا يلا ها طلعوا خاوتي طلعوا ها طلعوا ها طلعوا نهولوا الحالة هول هول هول. يلا خاوتي يلا 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 هكذا نعطيكم الطريق تجيكم سهلة طول. ولكن جبنا لكم سلعة روعة. وكاينة السلعة الخشينة خاوتي هي تبدا من 8900 حتى ال تبدا من 8900 حتى ال 12 مليون خاوتي. غدوة بإذن الله راهي داخلة. وعندنا سلعة رقيقة ثانية غدوة داخلة. خاوتي السلعة الرقيقة أصحاب الباطيمات وصحاب الدخل الضعيف خاوتي مرحبا بكم. راني نقول لكم الفايجة تاع غدوة الصباح بإذن الله تاع البيع تاع غدوة على 3:30 راهو البيع سبيسيال سبيسيال للناس الضعاف. مرحبا بكم خاوتي راهي أسعار ما شاء الله. هنا رانا راجعين من الزريبة ورايحين خارجين رايحين كيما نقولوا احنا مروحين. تفرجوا خاوتي مليح بارطاجيو اللايف عيطوا عيطوا للناس خاوتي للصوا ولا كداش منا خاوتي. هنايا الكاتشما هنا لازم تكون الجبانه باينه. دوك تلقاو البلاكه دوك نعطيكم البلاكه خاوتي اللي تتلف له يتبع اللايف بارك او مش طويل بزاف اللي تتلف له يتبع البلاكه. ها مقبره بنخرفيه هاي ليك اقرا مليح مقبره بنخرفيه خاوتي. دير لافيرة والدور منا ترجع أغوش. الدور منا اغوش تبع خاوتي جاب لك البلاكه اغوش جاب لك البلاكه والدور معها خاوتي. المقبره ما كاش اللي ما يعرفهاش المقبره. هكذا رانا راجعين لولاد صابر انا هابطين للفيلاج كيما نقول خاوتي. بارطاجيو بارطاجيو اللايف يطلع اللايف باذن الله يطلع يطلع يطلع
اهدر عزوز اخويا. شنو اهدر انا تعبت وانا نفرح. شنو عجبك خروف عزوز وانا؟ ولكن عفسوك زوج خرفان عزوز نعرقت. صباعي كبار ذوق راحوا. خاوتي نجيبوكم والله غير نجيبوكم الحاجة المليحة ونبيعوا لخاوتنا صباولة. احنا خاوتي رانا ماناش رايحين نربحوا من المال هذا ولا حاجة. والله غير صافي بليزير اننا نخدموا مع الناس يشكرونا وباذن الله كل عام ان شاء الله راهي تمشي بنفس الاخر. يعني كي نبيع لك السنه العام الجاي راك تعيط لي في التليفون وتستناني باذن الله ما تشري من حتى واحد. يعني راك راح تستناني باذن الله على بالي تعجبك السلعه سلعه والسومه وكلش. خاوتي السلعه راهي ما شاء الله سلعه ما شاء الله. اروح شوف بعينك خويا حتى وما يعجبوكش ولا حاجه خويا عادي كل عسل ما كان حتى مشكل ما كان حتى مشكل. على بالي انا ما كانش حاجه نجيبها لكم ما تعجبكمش ما كانش حاجه نجيبها لكم وما تعجبكمش. وهذا رزق رب العالمين هذا راه رزق رب العالمين وراك راح تضحي به تسمى راك راح تهديها رب العالمين. ماذا بينا احنا ترضوا علينا وماذا بينا رب العالمين ثاني يرضى علينا ويتقبل منا ثاني هذه المبادره الحسنه هذه. خاوتي بارطاجيو اللايف الماكسيمو خاوتي للناس الزواوله. كيما قلت لكم خاوتي البيع راهو يبدا على 3:30 باذن الله. البيع يبدا على 3:30. اي استفسار ولا حاجه 07 72 92 95 05. نيميرو دوزيام خاوتي 07 72 50 38 44. خاوتي اتصلوا خاوتي ما تحيروش رواحكم كي تشريها تصورها تلقاها بالمساك في وذنها تصورها تعلمها مليح. يقول لك غدوه العيد يقول لك غدوه العيد خويا تحب تديها قبل العيد بثلاث ايام بربع ايام يا وانا كنت تقول لي نديها غدوه نقول لك اهلا وسهلا ماذا بيا. كي تديها خاوتي قبل العيد بيومين ولا ثلاثه ما كان حتى مشكل. تقعد العيد ساعتين وتديها ما كان حتى مشكل ما عندناش مشكل مره. السومة ناقصة على مليحة مليحة السومة خاوتي خاوتي السومة هذا هنا الجامع خاوتي شفاو خاوتي هنا الجامع واطلع طول على الجامع واطلع طول اطلع منه طول ما تدور لا هكذا لا هكذا فهمتوا خاوتي يا. ليسونسيال خاوتي واش راح نقول لكم السلعة رانا وفرنا هيك وغدوة بإذن الله راهي كاينة سلعة الخشينة سلعة الخشينة خاوتي راهي سلعة روعة وأسعار روعة. أنا راني دورت السوق وشفت السوق شفت الاسعار في السوق وراني جبت لكم سلعه خاوتي بسومه طريه بزاف بزاف. راني نهضر على الخشينه ونهضر على الحاجه يعني المليحه الباهيه بزاف. راهي سومه ما شاء الله غدوه داخله وغدوه دخلت لنا ثاني صغيره صباح باذن الله يعني 3:30 راحين تلقاو السلعه الخشينه والرقيقه والمتوسطه وتلقاوها كامل. يعني دراهمك في جيبك خويا راح تدي حاجه تقنعك ان شاء الله. بارطاجيو اللايف خاوتي شكرا بارك الله فيكم ومرحبا بكم. اي استفسار عيطوا لنا خاوتي ما كان حتى مشكل. هيا تهلاو في رواحكم ومرحبا بكم كامل كامل عندنا كل اللي يشري كل اللي ما يشريش واللي يحب يجي يلعب ثاني عادي ما كان حتى مشكل يشوف السلعه يشوف كذاش. هيا تهلاو في رواحكم خاوتي سلام. كاين اللي عنده هوايه كاين اللي يشتي يشوف هكذا الخرفان يشتي ارواح وبارك مرحبا مرحبا مرحبا.